السلام عليكم يا شباب. الليلة حيكون فيديو مختلف حبتين، بحاول اشرح فيه لكل الناس الدارين يبدوا في مجال السوفت وير كيف ممكن تبدا، شنو الخطوات العملية، يعني خلينا نكون عمليين شديد، شنو هي الخطوات اللي ممكن الزول يبدا بها. بيزيكلي اي زول او بصورة اساسية اي زول بيجيه فكرة انه هو دار يعمل له موقع او دار يعمل له حاجة، يبدو طوالي انه يكتب الكود. انا حابب اوريك انه كتابة الكود دي اخر حاجة، انت مش اخر حاجة لكن الخطوة الرابعة يعني انت بتعملها، هي بيزيكلي اخر حاجة ممكن تعملها. ففي اربع خطوات او ثلاثة خطوات قبل الحاجة دي. الخطوة الاولى الفكرة زادة، الزول يحاول انه يفكر في الحاجة هو دار يعمل اكتر. نمرة اثنين الديزاين الرئيسي او الديزاين الاولي، بعد ذاك الديزاين الرئيسي، بعد ذاك الكود بتاعك. الحاجات دي كلها ما بتحس بفايدتها الا لمن ما تعملها وتبدا بدون ما تعملها، بعدين بتحس انه اوكي في حاجه ناقصه، ولما تيجي تعملها وتبدا تبرمج ثاني بتحس انه اوكي كده اسهل شيء. تمام، هبدا كالاتي. هنبدا بالفكره، تمام، دي اول حاجه. طيب الفكره اللي انا عندي فكره انه اعمل موقع بتاع سيرتي الذاتيه انا كاحمد، لكن الموقع ده فيه حاجه مهمه شديد، انه الموقع ده لازم يكون بيتغير على حسب انا داير اوري الزول الثاني شنو. يعني مثلا انا كاحمد الزول بيعرف كم حاجه، يعني بعرف برودكت مانجمنت، سوفت وير ديفلوبمنت، انت بنوع برضه او رائد اعمال برضه، وحبه داتا اناليسيس، ممكن تقول جرافيك ديزاين، او ممكن تقول جرافيك ديزاين، دي حاجات. فالناس كانوا زمان بيعملوا شنو، اي زول بيعمل موقع لكل وحده. ففي موقع لما انت او زي السيره الذاتيه، انت ما بتعمل السيره الذاتيه بتعمل منها كم نسخه، السيره الذاتيه بتاعت انك انت برودكت مانجرز، داتا اناليست، داتا وهكذا. فالموقع الناس برضو بيعملوا الحاجه دي، لكن انا دار اغير الحاجه دي. الحاجه اللي حتحصل شنو، انه الموقع ما حيكون ثابت، حيكون متغير، والتغييرات دي حتيجي من الداتابيس. فحيكون عندنا داتابيس او قاعده بيانات عندنا فيها كل المعلومات عن كل رول او كل بوزيشن او كل وظيفه. فنمسك مثلا الوظيفه بتاعت مهندس البرمجيات، الكلام اللي حيكون مكتوب شنو، الكلام اللي حيكون مكتوب شنو، المشاريع اللي اشتغلتها شنو، الخبره انا عندي فيها والشركات اللي اشتغلت معاهم شنو. نمسك بعد ذاك مدير الانتاج والبرودكت مانجمنت في نفس الوقت، الكلام عنه شنو، الخبره اللي اخذتها شنو، كلام كثير لكن حاوريكم ليه بعد شويه. فدي الفكره، تمام، انا حسيت جبت الفكره وبدأت افكر فيها ومخمخ فيها كده وحاسس فيها شنو و بعد ذاك في التطبيق بتاع الحاجه دي. فاول حاجه احنا نبدا بها، لانه في ناس بيقولوا اوكي انا حامسك الفرونت اند ديزاين اللي الحقيقه بحبها، في ناس حيمسكوا الباك اند ديزاين، او مش اكشلي الباك اند ممكن تعمله ديزاين لكن الباك اند، وفي ناس يمسكوا الاثنين مع بعض. فانا حامسك الاثنين مع بعض. حاجه مهمه شديد، انا شغال بجانجو كباك اند، اللي هو جانجو ده عباره عن فريم ورك معمول بلغه بايثون للناس اللي يعملوا ويب ديفلوبمنت. جافا سكريبت عندها واحد اسمه جي اس، بي اتش بي عندهم واحد اسمه نارفل، وقس على ذلك في كثير شيء، لكن ده المشهورات. انا بحب جانجو لانه بحس به حاجه ظريفه كده ممكن زي نعمل معاها. من ناحيه ثانيه في الفرونت اند بشتغل بحاجه اسمها تيلوين سي اس اس. تيلوين سي اس دي حاجه عبقريه شديد، انا اتعلمتها قبل شهر وبديت اطبق بها، وكل ما اطبق بها زي كل ما عرفت ان الحاجه دي ظابطه شديد. ف دي الفكره، ده التكنولوجيا انا حاشغل بها كده. الاثنين خلصوا، نيجي للموضوع بتاع الديزاين. فحوريكم اول حاجه الديزاين الاولي، ما محتاج تعمل باي حاجه غير ورقه وقلم. فممكن يكون عندك ورقه وقلم وتبدا تعمل الديزاين بتاعك. هنا الديزاين الاولي فيه شنو، انا داير يكون الموقع ده فيه شنو. فانا عارف انه الموقع بتاعي داير يكون فيه ناف بار فوق، بعد ذاك حيكون في صوره كبيره فيها كلام بالجنبه، بعد ذاك في المشاريع اللي انا اشتغلتها، بعد ذاك في الخبره بتاعتي، بعد ذاك في لينكات مثلا السوشيال ميديا حقتي او الايميل حقي. فبس دي كل الحاجات اللي انا محتاجه في الموضوع ده. فخلينا نبدا نعمل الديزاين الاولي. فبما انه ورقه وقلم موجودات، لكن عشان اوريكم لا حتبقى مشكله، فخلينا نعمل الحاجه دي بكانفا. كانفا حاجه واحده من الحاجات الكويسه فيه انه هو مجاني. انا اوريدي اشتغلت الديزاين قبل كده لكن ما عرفت اشتغلته. ايوه هذا الديزاين، انا اوريدي اشتغلت الديزاين قبل كده فحوريكم ليه سريع. ده الديزاين حاجه سهله خالص. عندنا ناب مربع فيه الناب بار بتاعتنا، فيه تايتل الكبير هنا، يكون في كلام مكتوب، صوره هنا، بعد ذاك باراجراف كبير، باراجراف صغير، بعد ذاك ممكن تقول انه عنوان مشروع الثاني، بعد ذاك ثاني عنوان، الخبره بتاعتي، واخر حاجه هنا حيكون في السوشيال ميديا. انت هنا سريع ايزي بيزي. نمشي لطوالي النقطه الثانيه الا وهي انه تعمل ديزاين
فيه تفاصيل اكتر، يعني الديزاين النهائي بيزيكلي. فالديزاين النهائي بتاعي قاعد هنا، هتشوفوا الديزاين بتاعي، فبتلاحظ ان فيه الالوان فيه كل التفاصيل اللي انا دايره. فهنبدا بنافبار، برضو اذا لاحظتوا قريب من الحاجه اللي انا عملتها في البدايه، يعني اذا ده الاول وده الثاني، الالوان مختلفه والحاجه كلها مختلفه، لكن على الاقل قادرين تفهموا انه الاثنين جايين من بعض كيف. فدي الصوره بتاعتي مثلا، ده الليدنج ذا واي تو برودكت اكس، ده كلام مكتوب. بعد ذاك في حاجه هتكون هنا، بعد ذاك المشروع حقي، بعد ذاك الخبره حقتي، بعد ذاك السوشيال ميديا. ايزي بيزي، تمام؟ ما ايزي بيزي صراحه، لكن على الاقل دي الخطوه الاوليه. كده انا انتهيت من شنو؟ الديزاين الاولي والديزاين النهائي بتاعي، وبقيت عارف انه شكل الموقع حيكون عامل كيف. الخطوه الثانيه حيكون في انه ابدا اعمل الكود. انا طبعا ما حشرح الكود كله انا عملت فيه شنو الحاجات دي، لكن بيزكلي حشرح لكم هو فيه شنو، بعد ذاك نشوف النتيجه بتاعته. فاول واحد تيست ده انا عملت فيه شنو. اوكي تمام، فخلينا اعمل دي حاجه اسمها فيرتشوال انفايرمنت، VM Virtual Environment. دي عبارة عن شنو؟ اعتبر الموقع بتاع أو عبارة عن بيت، البيت ده فيه كل المتطلبات عشان ناس البيت يعيشوا، اللي هو Virtual Environment دي عبارة عن بيت فيها كل المتطلبات عشان الموقع بتاعي أو الحي اللي أنا داير أشتغلها تشتغل. الحي الكويس في Virtual Environment إنك بما إن هي بيت فهي كده محصورة، فما في زول بيمشي لزول تاني، ما في زول بيطلع من بيته ويمشي يخش بيت الزول التاني، يعني طاقية ضفي رزان بتحصل. فبتخلي لك الجهاز بتاعك شغال بصورة كويسة، وأي مشروع عنده حاجات وبراه ما بتختلف أو ما بتخش مع مشروع تاني. فدي الـ Virtual Environment. هقوم أعمل بايثون main.py then server، تمام؟ السيرفر بتاعي اشتغل. طيب أنا عندي صفحتين، الصفحة الأولى اسمها test.html والصفحة الثانية اسمها resume.html. فالفرق بين الاثنين شنو؟ حاجة مهمة شيء، test دي حاجة ثابتة، يعني موقع ما بيتغير نهائي بغض النظر عن اللي بيحصل شنو. resume بتتغير. طيب خلينا نشوف بيتغير كيف. test زي ما قلنا إن هي ما بتتغير، فخلينا نفتح test 1 2/test. ده test، يلا ده الموقع مكتوب. فا إذا جينا راجعين للكود، بنلاقي إنه أول حاجة فيه الناف بار، الناف بار بتاعتي هتلاقوا مكتوب فيها كونتاكت اللي هي كونتاكت دي، وفي أحمد السير اللي هو دي أحمد السير. هذا هسه إذا غيرت هنا مثلا عملت عرض إضافية RR المفروض تصل لي هنا RR ظهرت، تمام. فخلينا نمسح ده برا، تمام. احمد السر ده الناف بار بتاعي. بعد ذاك في الهيرو سكشن، الهيرو سكشن ده اللي هو السكشن ده كله، ففيه واحد فيه صوره واحد ثاني فيه كلام. فالجهه الاولى دي فيه الصوره، دي الصوره بتاعتي هذه، والجهه الثانيه فيها الكلام مكتوب ده الليدنج، وده الكلام بروفن ذا تراك ريكورد ده بروفن تراك ريكورد. طبعا انا شيرت الريزين تحديدا مع زول خبير في المجال بتاع اليو اي يو اكس ديزاين او تجربه المستخدم عموما، فاداني كم فيدباك في حاجه المفروض اغير. واحده من الحاجات دي انه الكلام ده عايم شديد، تمام، فانا محتاج اخليه متجه على الحاجه انا داير اعملها اكثر، لكن دي حاجه بنجيها بعدين، يعني دي تغييرات ممكن الزول يصليها. بعد ذاك في المشروع بروجكت هيدرز، في المشروع بروجكتس اللي هو فيه ذا ليتست بروجكت ذا الهيدر بتاعي، وبعد ذاك المشروع ذاته في مشروعين، ده اول مشروع اللي هو ده باليسار ده، وبعد ذاك ثاني في ثاني مشروع اللي هو ده باليمين ده، بعد ذاك في الحاجه دي اللي هو هذه، بعد ذاك ثاني في الخبره بتاعتي دي الخبره هنا، واخر حاجه فيه الفوتر اللي هو ده الفوتر بتاعي. في حاجه مهمه شديد، في حاجه مهمه ثانيه في الموقع، الا وهي انه انا الموقع اللي انا بنيته بنيت انه يكون في الموبايل اول حاجه، ودي حاجه لازم تخطر لها بالك. يعني الموقع
دايما الناس، شوف الناس اللي بيفتحوا المواقع في التليفونات بس الناس اللي بيفتحوا في اللابتوبات او الديسكتوب، بتلاقي انه خاصه في السودان وخاصه في الدول حقتنا، بتلاقي انه اولموست 70% من الناس بيفتحوا من الموبايلات و30% من الناس بيفتحوا في اللابتوبات. فانت داير الجهاز شنو؟ داير الموقع بتاعك يكون في الموبايل بيشتغل كويس شديد وفي اللابتوب بيشتغل كويس شديد. انا خليني اوريكم في الموبايل هيشتغل كيف. خلينا نختار مثلا ايفون اكس ار، وده الموقع حيكون في الايفون، شكل الايفون حيكون عامل كده. المكشن اقدر اكبر، والله يا اخي ممكن اكبر من هنا 100%. يس تمام. فده في الموقع في الايفون حيكون شكله عامل كده. او الجزء تحت ما في عديد. طيب خلينا نعمل كنترول ار ريفرش. ده باك تاني كمان. هل انا قلت له هايد ات هنا؟ ما قلت له هايد ات صح. anyway في حاجه غلط المفروض اعدلها، لكن ما علينا هسه. خلينا نشوف اذا عملت ريسبونس ريسبونسيف. اوكي طيب موجوده هذه تحت، لانه دي الحاجه كانت ناقصه بالك، دي ودي الاثنين مع بعض. اذا رجعت ثاني للايفون اكس ار ايوه موجوده كده بجد، معناته بس كان في مشكله من التحميل بتاع الحاجه. فده الموقع بالطريقه دي. فلاحظ انه كل الحاجات دي مكتوبه، يعني بسموها هارد كودد، يعني مكتوبه عديل. يعني مثلا السكيلز بتاعتي دي هنا يس تمام. فمثلا السكيلز سيكوال اناليتيك سكيلز ديزاين ثينكينج هيومن سنتر ديزاين، ده كله كلام انا كاتبه ما بقدر اغيره صح، ده في التست. فدي كلها حاجات مكتوبه. خليني امشي ليه 123/PM. لاحظتوا دي ودي، يعني التست فوق هنا والرزمي او بي ام مثلا، نفس الحاجه ما في اي اختلاف بيناتهم، غير انه بس في حبه حاجات اضافيه حبه، لكن في الكود في اختلاف كبير شديد، كبير خالص. هاريكم الاختلاف ده وين. الاختلاف ده قاعد هنا. لاحظ انه اي حاجه ما مكتوبه، يعني ما في حاجة أنا أعمل لها هارد كودد هنا. ابتداء من الألوان، الألوان ما ألوان أنا كاتبة، يعني لاحظ هنا في التست الألوان دي أنا كاتبة، دي الألوان المفروض يكون شغال بها الموقع. هنا الألوان مختلفة، لما تيجي نازل تحت أحمد السير كونتاكت دي ثابتة، لكن بعد ذاك رول دوت، يعني الكلام المكتوب ده اللي هو leading the way to product excellency، ده كلام جاي من الداتابيس تمام. هذه النقطة هنا إنه الكلام جاي من الداتابيس، بالتالي من الداتابيس انا ممكن اجيب اي كلام. طيب السؤال يبقى في انه انا هشوف الداتابيس كيف؟ جانجو بيجيك هنا بيقول لك انا ممكن اوريك الداتابيس قاعده وين؟ فبتمشي هنا ادمن سلاش، فانا اوريدي عندي الباسورد بتاعي. ويل يوز ات، ما عندك مشكله. لوجن، ده الادمن حقي. الادمن لانه بجانجو ذاته انا كتبت حياته كلها، تلقاها قاعده في موديلز. ففيه حاجة اسمها projects أو حاجة اسمها role. الرول عبارة عن شنو؟ work projects وهكذا. فخلينا حسي نشوف مثال عملي. عندنا role اسمه كلا حصوا فوق هنا مكتوب BM اللي هو product managers. فخلينا أجي للرول وأقوم أقول له product managers. فأول abbreviation BM اللي هو حيكون الموقع بتاعي slash BM. طيب النيم بتاعه product managers، النيم ده بيظهر وين؟ بيظهر لنا فوق في الموقع هنا فوق product managers. title leading the way to product excellency. هنا عندك كده leading the way to product excellency، ده ما كلام ثابت صح. خلينا نسال شات جي بي تي. همشي شات جي بي تي 4 ده جديد، هقوم اقول له شنو؟ طيارات يا اخوانا. هقوم اقول له write a very concise statement about me being a product manager.
this sentence is going, it's this sentence going to be the first one a person will see on my personal website and resume. ده كلام كتير شيء. Seasoned product manager adapt a transforming vision ideas into tangible driven innovation success. طيب خلينا نشوف الحاجة دي. طيب هكتب بس transforming visionary ideas into tangible product. بس ده كلام انا دايره. هعمل لك كنترول سي وهارجع خلاص انا هكفي الكلام. محتاج اكفله كده خلينا نحسن منه. هاجي راجع هنا هقوم هنا هغير كنترول في transforming. تفتكروا هيحصل شنو؟ إذا مشينا للتيست أول واحد وعملنا ريفرش ما في حاجة اتغيرت، لكن إذا رجعنا للبي إم أوبس ما في حاجة اتغيرت. أنا ما عملت سيف، هيهي سيف. طيب ريفرش تمام. فهنا اتغيرت لنا الحاجة دي، فده معناته إنه أنا ممكن أغير الكلام المكتوب بس على الموضوع قاعد في الداتابيس. ممكن تكون حاجه اكبر من كده، ممكن اعمل رول جديد كامل. فهعمل شنو؟ اد نيو. الرول ده هيكون سوفت وير ديفلوبر. نيم سوفت وير، سوفت وير ديفلوبر. التايتل طيب همشي ل تشات جي بي تي ثاني. اين انت يا تشات جي بي تي؟ ايوه هقوم اقول له هنا about me being a software developer. انت skill software developer with a proven track record crafting crafting elegant solution to complex challenging delivering software through codes. اوكي كلام لسه عايم، المفروض الناس تعدي الحاجه دي، لكن المهم خلينا نشيله بس عشان for the sake of انه نعمل الحاجه دي. خلينا نكتب الموقع ده لانه ما ظابط، وخليني اتكل اول حاجه خلينا نتاكد. تمام write description about me. المفروض ما يكون كلام كتير حاشي الكلام ده، بشيله بس كلام عايم لسه، لكن برضه خلاص خلينا نشوف الفارس كلر. طيب الفارس كلر ده بحدد لنا حاجة، أنا دايما أخذت إنه الفارس كلر اللي هو الكلر ده اللي هو العامل زي الأزرق ده، فخليني أقول لشات جي بي تي give me three colors to use on my website my personal website. Personal website. أنا كبر الكلام ده حبة عشان تشوفه. Personal website. A website is a personal. Is a resume for me being a software developer. خلينا نشوف الديسيشن. Blue. Soft gray. طيب اوكي فانا هشيل ده الاول، ده هيكون طبعا الحقيقه انا ما عملت قبل كده عشان كده متحمس لها شديد، ده اشوف النتيجه بتاعتها شنو. طيب بالنسبه للايمج للاسف الشديد هشيل نفس الايمج القديمه. فخليني ايمج فاين by client. انا المفروض اعمل ديزاين جديد للايميل بتاعت السوفت وير ديفلوبر، لكن خليني اشيل في بي ام اسمها بي ام دوت بي ان جي. بي ام دوت بي ان جي. طيب خليني اشيل لي projects. انا عامل كم projects فبالتالي هقوم اشيل custom platform. بالنسبه للورك طيب هنا الورك ما موجود صافي، فانا المفروض اضيف ورك جديد، وهنا عندي ورك بجنبه، فخليني اقوم اعمل اد للورك. الكمباني انا اشتغلت في حاجه اسمها ابتكار فور اي تي سوليوشنز، كانت في السودان الكلام ده. الكنتري كانت في السودان. الستارت اي علاماتها كانت 2018، الاند اي 2013، التايتل كانت جونيور سوفت وير ديفلوبر. الديسكريبشن لا ياخد ديسكريبشن كتير،
هنا كان عندي حاجة اسمها software development life cycle، دي حاجة اتعلمتها هناك، واتعلمت حاجة تانية اسمها Vue.js، واتعلمت تاني حاجة اسمها Node.js، تمام؟ وبعدين سيب الحاجة دي. طيب description، طيب إذا description معناته خليني أمشي ليه؟ خليني أمشي ليه؟ لينكدين عشان أجيب description من هناك. My LinkedIn. همشي اجيب منه برضو. انا حالي حابب اني اقوم اقولها بالتفاصيل بتاعتها عشان توري الناس انه في حاجات كتير عشان انت ممكن تعمل، يعني في تفاصيل كتيره، فهذه ابتكار فول ستاك ديفلوبر. اوكي طيب رايت جوب الشورت فيري شورت جوب ديسكريبشن فور ماي جوب ات ابتكار for IT solution I learned Vue and Node.js and I was junior software. طبعا بس الحقيقة عشان شنو؟ عشان يكون في كلام مكتوب ما عشان اسف دا 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 خلينا نشيل الكلام ده دروسي نرجع عليه في سيف. ياي تمام. فكيف عندنا software developer crafting دا 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 سيف. المفروض يحصل شنو؟ المفروض نعمل بدل slash bm، اذا عملت slash sf او sd بلا صح اشتغل تمام. طيب اذا لاحظتوا هنا في كمية من المشاكل الحاصلة. اول مشكلة انه عندنا ده البتاع الموقع بتاعي ده design ابتكار. حتى ممكن اعمل شنو؟ ممكن اضيف حاجه ثانيه، ممكن اضيف وورك ثاني. فممكن اقول لكم الاتي في سوفت وير ديفلوبر انا اشتغلت في ابتكار، لكن خليني اضيف لكم واحد ثاني. انا اشتغلت وين سوفت وير ديفلوبر ثاني؟ اشتغلت في كود سودان مثلا، كود سودان كونتري سودان من 2019 تقريبا لحد 2023. التايتل سوفت وير ديفلوبر، الديسكريبشن هسي ديسكريبشن اقول لكم شنو عليك الله. هو ماي جوب ات كود سودان اي لانت جانجو جانجو اند بيلد فول ستاك اكشلي اس فول ستاك software developer Alien Jago and build Code Sudan registration platform nokta tamam. Copy بعد تاني description اذا علمت مثلا فيه انا اقول Django اذا علمت برضو Bootstrap يس. فاذا جيت رجع ثاني عملتها ياه لقيت واحد ظهر جيد تمام. فبتلقى انه الموقع كده بقى شنو؟ بقى عنده حياه براهم، يعني بقى انه نمره واحد في مشاكل حسيه كتير. يعني مثلا اول حاجه هنا في ابيض تمام، الابيض المفروض يكون بادي من هنا وماشي على الازرق ده مثلا، فحقوم اغير الالوان. فمثلا سوفت وير ديفلوبر خلينا ارجع لشات جي بي تي، هو قال لنا يجيب لك شنو؟ قال لنا الالوان شكلها عامل كيف هنا. ايوه ميد بلو، ميد بلو ده طيب الاول ميد بلو والثاني سوفت جراي والثاني الكتريك ثيل. اوكي فده الثيل ده الميد بلو وده الجراي، فالمفروض الجراي يكون محل الثيل. فالمفروض انا اقوم اعكس الاثنين دول تمام. وعلى ما تاخذ الثيل المفروض يكون، اذا الامور دي كلها ماشيه زي الناس ده حتكون درع عادل. المفروض اعمل سيف
اوكي ما الحين انا دايره. طيب 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 يا احمد، اقول لك حاجه، let's just mingle around. الجري ده الاف اف اف اللي هو ده، الجري ده المفروض يكون مكان شنو؟ المفروض يكون مكان الثير اللي هو الزيرو زيرو. طيب ده المفروض يكون مكان ده. وبعد ذاك المفروض انا اعكس الاثنين دي، لانه ده في مكانه. بعد ده المفروض انا اعكس، اكشلي ده في مكانه، معلش المفروض اعكس الاثنين دي. فده المفروض يجي هنا، المفروض يجي هنا. سيف. يس، الموقع انا دايره. ف بقى عندي الجراي كده، ممتاز ممتاز. طبعا في تعديلات، يعني هنا مثلا هاي ده بقى غامق شيء، ممكن ممكن ابيض حبتين، لكن بدي اديك الفكره بتاعت الموقع بعد شكله، شكله بقى عامل كيف. في نفس الوقت اذا جينا شفنا الاي حديد، يقول انه في الموبايل نوعا ما كويس، ما كعب خالص. فدي الفكره بتاعت الموقع، ودي الفكره بتاعت التصميم بتاعه. وانا بعد ممكن اضيف as much as possible، يعني ممكن انا اضيف بعد ده سوفت وير ديفلوبر، برودكت مانجر، داتا اناليست، ماركتنج، يعني بغض النظر عن الحاجات اللي انا عندي، وما محتاج اغير اي ديزاين، لانه اوريدي انا فاكتر انه الحاجات دي اوريدي بقت قاعده، فما محتاج انه ابدا اكتبها ثاني كلها من البدايه. كل اللي علي انه اشيل البيانات من الداتا بيس اوديها للفرونت اند، واذا في زول غير اي حاجه اجي ثاني من الداتا بيس واوديها للفرونت اند وهكذا. فاتمنى انه يكون فيديو يعني مفيد لكم وتكونوا استفدتوا منه، وإن شاء الله نلاقيكم في فيديوهات جديدة ومشاريع تانية. السلامة.